طيب هستأذن قبل ما اخد ام اسلام بس مخرجنا الجميل وفريق الاعداد، مقادير الطرت بالقرع العسلي لطيفه وبسيطه. عينيا القرع العسلي معانا اهو جنب العجينه، ومعانا عجينه الطرت اللي هي مكوناتها كوبين من الدقيق بياخدوا بيضه، معلقه زبده، رشه ملح، سنه بيكنج باودر صغيره بطرف المعلقه، وبنعجن العجينه بحليب او بزبادي او بميه، الاختيار ليكي من الثلاثي، يا ميه يا زبادي يا حليب. حلو الكلام؟ وبنسيبها تتخمر لمده نص ساعه. دي العجينه بتاعتنا اهيت بالظبط كده قبل التخمير اهي. دي العجينه مخرجنا الجميل هيجيبها بعد اذنه. حلو الكلام؟ وبنجيب في قالب من الطرت ده كده، بنفرد العجينه في القالب ده كده. بيبقى معانا بالشكل ده كده. بنبدا نحط السكر على بيض. بياض 2 بيضه مع صفار. بياض 2 بيضه مع صفار مع نص كوب من الحليب. بياض 2 بيضه مع صفار يعني 3 بيضات مع نص كوب من الحليب يا ابو اسلام. اهو السكر كده مع البياض والصفار. نيجي بقى لايه؟ لمربط الفرس زي ما بيقولوا. الكلام الكبير قوي. القرع العسلي اهو. مخرجنا الجميل انا بحبك. قرع عسلي. حلو قوي. بناخد القرع العسلي ده بمعلقه، اعتقد المعلقه دي بتظهر وقت الحلو بس اهو. قرع العسل اهوت، نجيب قبل وبعد بعد اذنك مخرجنا الجميل زيزو. قرع العسل اتقطع وموجود عندنا، وده موجود عندنا بثلاثه تعريفه على الشوارع وفي الطريق الصحراوي من ارض بلدنا. خلوا بالكم بيتاخد من عندنا يتصدر لكل دول العالم. القرع العسل ده بيتجاب يتقشر ويتقطع مكعبات ويتسلق في محلول ملحي، حلو، محلول حامض، يعني شويه عصير ليمون مع ميه وسكر. بناخد الخليط بتاعنا ده كده ونحطه على القرع العسلي. حلو الكلام. وناخد القرع العسلي بالخليط اللي انا كنت بقلبه من شويه، بنرصه في قلب عجينه الطرت وادخله الفرن. القرع العسلي فطيره لطيفه وجميله. المخرج بيسالني والكنترول بيسالني ايه اللي حطيته على القرع العسلي عشان يتماسك القرع العسلي كله مع بعضه ويلم الشمل. بياض 2 بيضه مع صفار بيضه مع شويه فانيليا مع سكر وحليب. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. هندخلها الفرن يا عم الشيف بالشكل ده كده. بنسيبها لمده 10 دقائق. نقفل الفرن مخرجنا، يلا توكلنا على الله. طيب تعال نشوف اللي في الفرن. عينيا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ جاهز؟ حاضر. الطرت بتاعنا ما كانش عايز غير وقتي تقريبا 10 دقائق، لان القرع عندنا مستوي زي الفل. اللهم صل على النبي. مستويه جاهزه اهي. اهو ده جاهز تمام زي الفل. شوربه الكرفس من الكنترول بتتعمل ازاي؟ دايما بقول الكرفس ملك الشوربه. يتعمل ازاي؟ بنجيب الكرفس يتقطع يبقى لطيف وجميل، وبعد كده بنجيب بصلايه ناعمه وفص ثوم ويا ريت شويه جنزبيل حلوين، وينزل الكرفس على البصله والتومه بعد التحمير، وتاخد شوربه فراخ او شوربه لحمه، واذا مش عايزه لا ده ولا ده حط شوربه بوكي جارنيه اللي هي بتتعمل من الجزر والكرفس والبصل والتوم. هنغرف مع بعض الشيش طاووق بتاعنا بالشكل ده كده. عينيا. حاضر. بس خلونا نقلبه كده.